ده ما فيش منه رجا يبقى ملوش امان، ولازم تحرصي من غدره بيكي. كيف ياما؟ ده انا فرحانه بخيبته، ده ما بيقدرش يتني لي كلمه، ده حتى بينصرني على امه ورجاي. صدقيني انا لو الكل طفح بينكب، وجوزك دلوك نفسه يتلكك لك على غلطه علشان عينه مكسوره قدامك. وانا نعمل له ايه؟ هو بيدي اهو راح للمركز يشوف صرفه ويعرض نفسه على الدكاتره. يا ميلت بختك يا بنتي، بختك من بخت امك. جرى ايه ياما؟ فاكراني عبيطه ولا نايمه على وداني؟ قصدك ايه يا بنتي؟ تسمعتي ايه؟ سمعت اللي سمعته ومكتم على اللي عرفت. لا ماني مش هفوتك تعملي حرمه علي، اتكلمي طوالي، احسن احلف ما ادخلك بيت لحد ما اموت. بعد الشر عليكي ياما، ده البيت ده هيبقى بيتك، بس هي ديتها عزرائيل ياخد اجل عجيله. واقول لك الف مبروك. وايه دخل عجيله؟ ولا فاكراني هاجي اقعد مطرحها؟ لا بس هي اللي بتتحكم في البيت كله وبتدافع عن رجاية، ولو ماتت رجاية هتبقى من غير سند وتفضل سكه لدياب يقول على اللي في قلبه. كلامك ملاوع يا بنت بطن، قولي قولي سمعتي ايه وانا اقول لك الحقيقة. سمعت ان في حاجة بينك وبين دياب، ولعلمك رجاية متكدة منك وكاتمة في قلبها. اللي قولي لي بالحق، يا اتفقتوا على الجواز ولا لسه؟ لو بتحب حقيقي صحيح كنت ما سبتش قلبي جريح، كنت وقفت في وسط الريح والطيار. يا مزاجك يا ابو الروقان، سامعك بتغني من على السلم. اصلا على الشقة قوي الاستاذ هنا ابو شاكر. طيب ايه دي؟ انا جيت شوية حاجات، دي هدية ليك ولمرضك. ما علينا. وما عليهش، الحاجات دي عايزك توصلها، دي لابوي ودي لامي ودي للبت فاطمة. ما علينا من كل ده، انا الحديد ده ما يخش ذمة الملام. فين الحبوب؟ جبتهم لك. عايزنا افرطهم لك ولا تاخدهم كده؟ ايوه افرط لي واحدة عشان اتأكد. ده انت نكتة مفيش زيها. وده شيء. ليه طلب تاني يا مناع؟ أؤمر. عايزك توصلني لغاية القطر وتركبني بنفسك، عشان لو قبلني ظابط وسألني فين بطاقتك هحتاج ساعتها. ماشي يا سيدي، بس أنا عايزك توعدني بحاجة همام. أنت دلوقتي بقيت كبير عيلتك وكلمتك مسموعة، يعني تقدر تمنع زراعة المخدرات زي أبوي. ورحمة أبوك يا شيخ، ما تخليش الناس تضيع بذنبك. خمس فدادين يا مناع ما يكفوش واكل عيلتي السنة كلها، ولو حكمت هيموتوا من الجوع صاحبي. أملهم ينزل في أرض أخوك مناع، وبلاش تخلي عمك دياب يحرضك على الشر. ويبقى عيلة البنداري يشتغلوا أنفار أجرية عندكم؟ مش عيب، مش أكرم لهم من السرقة ولا الجوع ولا حتى زراعة الحشيش. راجع نفسك يا همام، وبلاش تشيل ذنب عيلتك زي ابوك. شوف يا مناع، انت صاحبي وصديق عمري صح، لكن كله للكرامه. انا لا يمكن اهين كرامه عيلتي واقبل انهم يحطوا راسهم في الطين ويشتغلوا اجريه عندكم، عشان ساعتها يبقى كني بقول لكم ان انتم كبرات الناجح، ولا مش ممكن انولها لكم ابدا ابدا. يا اخي بلاش الافكار المتخلفه دي، فكر بعقلك يا ود عمي. يغور التفكير يا مناع اللي هو كرامه عيلتي. وادي يا حصاوي، وادي يا حصاوي. نعم سيدي مناع. تعال من الحاجات دي خلينا نلحق القطر. يلا بينا. فكر يا همام، افتكر ابوك للافلون هرجيت تتر، لو كان عنده فلوس يشتريه انباع اللي وراه واللي قدامه. يلا. اه صحيح يا مناع، مش كان واجب تعرفنا على مرتك الجديده وعيالك حسان وتوفيق ربنا يخليهم لك؟ اه والله احنا خلاص ما بقيناش نشرفك. يا سيدي تشرفني وتشرف بلد. ها يا مناع، واحنا معرفة يوم ولا اتنين؟ احنا اصحاب العمر كله يا مناع. انا
حكيت لك على كل الظروف يا همام. يلا توكل على الله. في رعاية الله يا صاحبي. عايز اعرف اخبار دقيقة عن كل اللي بيحصل في النجا وخصوصا عيلة حسان. انا عندي كل الرجالة اللي ممكن ازرعهم وافتيهم، لكن ليه؟ لحظة، شوف من اللي دخل المحطة دلوقتي. معرفهمش. ده مناع وهمام البنداري، الاتنين صحاب قوي. ده سكتك بقى للنجع من جديد. على فكرة شكله صاحبه بيوصله وهو مسافر، اعتقد تبقى فرصة. جو بليز هيلب دكتور فريمان تو ذا ترين. يس سير، اي هاف ايفريثينج ريدي. جود. زي ما قلت لك يا همام، ما تجيب السيرة لأي حد بموضوع جوازي دي. ابوه يغضب عليا العمر كله. اطمن يا مناع اطمن. كيف ما انت صوت سري انا هصوت سرك. انت مش صاحبي وبس، انت صاحبي وحبيبي. ربنا يخليك. برعاية الله يا صاحبي، وما تكررهاش تاني. مع السلامة يا مناع. سلام. مع السلامة يا اخوي. في يا خواه جمالك، عايز تقعد اقعد. كلها ساعتين ثلاثة وكل واحد يروح لحاله. ما تخافش مش هكون منك حتة. ايوة بس الشنطة دي حطها فوق مش هنا. اوه بتتحدث عربي؟ لمو اخزي يا خواه جا. سيبا سيبا شيل حالك. انت كمان بتتحدث عربي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك اهلا بيك. انا بحب العربي كتير قوي وكمان بحب مصر اكتر. اه تشرفنا يا خواجه. محسوبك همام البنداري من جنة. منين؟ من جنة يا خواجه. ما تعرفش جنة ولا ايه؟ لا اعرف انا كويس. انا زمان كان عندي اكتشاف اثري مهم قوي في مكان هناك اسمه نجع الجبل. نجع الجبل. المكان ده بعيد قوي ومحدش يعرفه خالص. انت تعرف نجع الجبل؟ انا كمان اعرف نجع الجبل زين. اها بالاماره فيه ميه حلوه طالعه من بطن الجبل. برافو عليك. هاي العظيم، انا اول مره اشوف حد يعرف نجع الجبل ده. لا انا مش اي حد يا خواجه. انا لفيت مصر خن خن يا خواجه، خن خن، وعارف اجيب التايه. يا مرحب. اهلا وسهلا. يا مرحب بيك يا همام. انا بحب النوع ده من الرجاله التمام. الله يحفظك يا خواجه. السلام عليكم. سلام ورحمة مناع. الله. بقى كده تخليني حموت عليك من الجلج؟ وما اتصلتش ليه وانا اطمنك بنفسي؟ اتصلت ورديت على نفسي لان سيادتك نسيت تاخد الموبايل بتاعك. تصدقي ما خدتش بالي تلاقي جاني مستات كتير. ما هو اكيد كنت مشغول في حاجة مهمة جوي عشان كده نسيت تاخده معاك. شغل يا نورهان شغل. بطل يا اسئلة. العيال راحوا فين؟